اهلا بيكم في كايرو دار. احنا كنا وقفنا في الجزء الاولاني من درس الاحساس في النبات لتجربه بويسن جينسن، اللي كان لقى انه لما بيشيل القمه الناميه بيتوقف الانتحاء، وعند وضع القمه الناميه ينتحي النبات. ده راجل اسمه او عالم اسمه فينت. فينت عمل تجربه علشان يعرف بيها كيف يحدث هذا الانتحاء. كنا قلنا قبل كده ان معنى ان انا احط القمه الناميه اللي بتفرز الاوكسين اضعها على الساق ينتحي نحو الضوء، واذا شلتها لا يحدث انتحاء لهذا الساق. فقلنا ان معنى ان كده معنى ان النبات ينتحي فيها بوجود هذه القمه الناميه، يعني القمه الناميه بتفرز اوكسين. طيب خلاص عرفت انه بيفرز اوكسين وسميناه اندول حمض الخليك. طب ايه اللي يجرى بعد كده؟ معنى ان النبات ينتحي يعني مين الجانب الاطول؟ الجانب البعيد عن الضوء هو اللي بقى اكثر استطاله، ولا المواجه للضوء؟ انا لو قست المسافه دي هلاقيها اصغر من المسافه دي. يبقى معنى كده ان الجانب البعيد عن الضوء بينمو اسرع من الجانب المواجه للضوء، مما يسبب الانتحاء. لكن فينت عمل تجربه مهمه، عرض القمه الناميه للضوء من جانب واحد، فبقى عندي جانبين للقمة النامية، جانب معرض للضوء وجانب بعيد عن الضوء. ووضع هذه القمة النامية على قطعتين من الأجار مفصولتين عن طريق شريحة من المايكا. احنا استفدنا من تجارب جينسن ان المايكا بتمنع مرور الأكسجين. طب احنا حطينا ليه شريحة المايكا دي؟ هتعرف دلوقتي. لما جاء فينت لقى ان القمة النامية بيحدث انتشار للأكسين من الجانبين، الجانب المواجه للضوء والجانب البعيد عن الضوء. طب جاي حلل تركيز الأكسين في كل من القطعتين، وجد ان قطعة الآجار البعيدة عن الضوء تحتوي على تركيز من الأكسين يعادل 65%، والجانب المواجه للضوء 35% فقط. ده معناه ايه؟ معناه ان الاكسين بيهرب من الضوء فيروح للجانب البعيد عن الضوء فيعمل على زياده نمو الساق فينتحي الساق نحو الضوء. طب امال بيحصل ايه في الجذر؟ برضو الضوء بيخلي الاكسين يتحرك في الجانب البعيد عن الضوء، وبرضو يبقى 65%. ده كلام صح جدا. طب امال ليه الساق يروح ناحيه الضوء لكن الجذر يبعد عن الضوء؟ نرجع بقى على الايه، على سلوك الخلايا. يعني ايه؟ يعني خلايا الساق يزداد يزداد استطالتها ونموها وانقسامها عن طريق وجود تركيز عالي من الاكسين. اما التركيز العالي في الاكسين فيعمل على تقليل نمو خلايا الجذر، والتركيز الاقل للاكسين اللي هو 35% ده يعمل على زياده نمو خلايا الجذر. يبقى خد بالك، التركيز القليل 35% بتقلل نمو الساق لكن تزيد نمو الجذر، والتركيز ال 65% يعمل على زيادة نمو الساق ولكن يقلل من نمو خلايا الجذر. علشان كده الساق بينتحي نحو الضوء، ونقول عليه موجب الانتحاء الضوئي. يبقى خلي بال حضرتك، الضوء الأكسين مش بيحب الضوء فيروح في الجانب البعيد، يبقى تركيزه عالي حسب تجربة فينت لأنها 65% في الجانب البعيد عن الضوء، يبقى الباقي من 100% ل 35% المواجهة للضوء. 65% دي تعمل على زيادة نمو خلايا الساق أكثر من الجانب المواجه للضوء الذي يحتوي على 35% من الأكسين بس. وبالتالي ده تفسير كيف تحدث عملية الانتحاء اللي شرحها لنا فينت عن طريق التجربة بتاعته. ده بالنسبة للانتحاء الضوئي، وعرفنا أهمية الأكسين ودور الأكسين. طب ماذا عن الانتحاء الأرضي؟ لو كان تعريف الانتحاء الضوئي هو استجابة النبات أو أجزاء النبات المختلفة لمؤثر خارجي وهو الضوء، يبقى الانتحاء الأرضي هو استجابة أجزاء النبات لمؤثر خارجي وهو الجاذبية. لو جبنا نبتة ووضعت هذه النبتة في وضع أفقي، الحقيقة دايما لما نيجي نسألك عن الانتحاء الأرضي نقول لك أفقي على طول. ليه؟ لأن العادي إن النبات بينمو رأسيا إلى أعلى. طب لو انا جبت نبات نامي وخليته بالعرض كده افقي، برضو هلاقي الساق يتجه الى اعلى والجذر الى اسفل. مين اللي راح للجاذبية؟ الجذر. يبقى استجاب للمؤثر، يبقى الجذر موجب الانتحاء الارضي ولكن الساق
سالب الانتحاء الأرضي. طيب نيجي نفسر ده، علشان نفسر ده عملنا تجربة عملها راجل اسمه هيرمان زولك. هيرمان زولك عمل ايه؟ الراجل ده جاب قمتين ناميتين ووضع كل منهما على قطعتين من الآجار مفصولتين عن طريق شريحة من المايك. وضع إحداهما في وضع رأسي والأخرى في وضع أفقي. عندما توضع هذه القمة النامية في وضع رأسي نجد أن تركيز الأوكسين في قطعتي الآجار 50% في كل منهما، بمعنى أن تأثير الجاذبية على كل أجزاء القمة النامية متساوي. ولكن ماذا إذا وضعت القمة النامية في وضع أفقي؟ هنا هنلاقي إن قطعة الآجار المواجهة للجاذبية تحتوي على تركيز من الأوكسين يعادل 67%، بينما التي تكون بعيدة عن الجاذبية بيكون تركيزها أقل وهو 33%. طب ده معناه إني أنا لو خليت النبتة في وضع أفقي بالشكل ده يبقى الأوكسين تحت كتير جدا 67% وفوق قليل 33%. طب إحنا قلنا التركيز الكتير بيعمل إيه للساق؟ بيعمل على زيادة نمو خلايا الساق واستطالتها. طب والتركيز القليل بيعمل إيه للجذر؟ القليل هو اللي بيزود النمو في الجذر. علشان كده ألاقي الجانب السفلي للساق ينمو أسرع من الجانب الذي يحتوي على التركيز الأقل من الأوكسين، فينمو الساق إلى أعلى ضد الجاذبية، فنقول أن الساق سالب الانتحاء الأرضي ولكن الجذر موجب الانتحاء الأرضي. وده كان عكس الضوئي، لأن الساق كان موجب الانتحاء الضوئي. يعني أقدر أقول أن الساق موجب الانتحاء الضوئي وسالب الانتحاء الأرضي، بينما الجذر سالب الانتحاء الضوئي وموجب الانتحاء الأرضي. طيب يبقى النبات هيستجيب للضوء وهيستجيب كمان للجاذبية، وعرفنا تفسير هيلمان زولك لتأثير الأوكسين في نمو كل من الساق والجذر. في حاجة كده اسمها الانتحاء المائي. احنا لو جبنا حوضين زجاجيين وضعنا بكل منهما كميتين متساويتين من التربة الرملية ووضعنا في كل منهما مجموعة من البذور المستنبتة، يعني جبنا حوض كده فيه حبة رمل متساوية هنا في الحوضين وحطينا مجموعة من البذور المستنبتة، ولكن نعمل على رش الماء بشكل منتظم في أحد الحوضين. يعني أجيب بخاخة كده ورش المية بشكل منتظم في كل الاتجاهات على أحد الحوضين، وفي الحوض الآخر نضع الماء على حواف الحوض الزجاجي. طب هنجد ايه؟ هو هنسيب النبتة دي او البذور المستنبتة دي عدة ايام، فنجد ان الجذر او الجذور في حالة توزيع الماء بشكل منتظم تنمو رأسيا الى اسفل، ولكن في حالة وجود الماء عند الحواف فقط تتجه الجذور الى الجانب الذي يحتوي على الماء. طب نيجي نفكر كده، الجذور دي بتشوف؟ حتى لو بتشوف الدنيا ضلمة تحت في التربة مفيش ضوء ومفيش حاجة اسمها تشوف لأن ملهاش أعضاء إحساس زي العينين. طب أمال هي بتحس ازاي إن في مية هنا وهنا مفيش مية؟ الأوكسين هنا بيشتغل. بمعنى إيه؟ الأوكسين بيتجه نحو الماء زي ما الأوكسين اتجه نحو الجاذبية. طب يبقى في الجذر المكان اللي فيه مية ده هيروح له أوكسين كتير فيعمل على زيادة نمو خلايا الجذر، بينما الجانب البعيد عن الماء يحتوي على الكمية الأقل من الأوكسين. احنا اتفقنا ان الأوكسين الأقل يزود ولا ينقص النمو في الجذر؟ على طول الأوكسين الأقل يعمل على زيادة نمو خلايا الجذر، وتركيز الأوكسين العالي يعمل على زيادة نمو خلايا الجذر. ده معناه ان الأوكسين العالي أو التركيز العالي من الأوكسين بيعمل على تقليل النمو في الجذر، لكن كان بيعمل على زيادة نمو خلايا الساق. خلينا نقول ملخص كده صغير اللي قلناه دلوقتي. الأوكسين باختصار بيحب حاجتين وما بيحبش حاجتين. الحاجتين اللي بيحبهم الأوكسين الماء والجاذبية، الاثنين اللي في الأرض، والاثنين اللي مش بيحبهم الأوكسين الضوء واللمس. هنقول اللمس كده ده بعد كده في حالات تانية. لكن
الاكسين بيبعد عن الضوء وبيبعد عن المكان اللي هتلمسه فيه. طب لما اجي اشوف تفسير كل من الانتحاء الضوئي والارضي والمائي، الاكسين ما بيحبش الضوء، يبقى هيروح في الجانب البعيد عن الضوء، يبقى هيعمل على زيادة نمو خلايا الساق في هذا الجانب البعيد عن الضوء فينحني الساق نحو الضوء، بينما يحدث العكس في الجذر، التركيز العالي من الاكسين. وعلشان في تجربة بتقول تركيزه كام، لازم اقول له 65% في الجانب البعيد عن الضوء. طيب يبقى في الجذر مين اللي بيزود نمو خلايا الجذر واستطالتها؟ التركيز الاقل للاكسين اللي هو 35%. يبقى عشان الاكسين مش بيحب الضوء يجي في الجانب البعيد يزود نمو الساق يتجه نحو الضوء. لكن في الجاذبيه، ده بيحب الجاذبيه وبيحب الميه، يبقى الضوء يبقى الاكسين هيروح للميه ويروح للجاذبيه، يبقى تركيزه في الجانب المواجه للجاذبيه والمواجه للماء اعلى. يبقى دايما في الساق الجزء اللي ناحية الجاذبية في تركيز 67% يطلع أعلى، ونفس الكلام بالنسبة للماء. بس الماء دايما نتكلم عن الانتحاء المائي للجذر، عشان كده لما بنيجي نقول تفسير تعريف الانتحاء المائي نقول هو استجابة الجذر نحو المؤثر الخارجي وهو الماء، لأن الجذر موجب الانتحاء المائي. وما بنتكلمش عن الساق، الساق مغطى بالكيوتين والكيوتين غير منفذ للماء وحكاية كده. علشان كده لازم نلاقي ان الأجزاء اللي يوجد فيها أكسين كتير تنمو بسرعة. علشان كده الناس لجأت لحاجة مهمة قوي تستفاد بالأكسين. لو عندي نباتات مهمة أنا زرعها وجنبها شوية حشائش، هفضل أشيل في الحشائش دي مسألة مرهقة. قالك طب إيه اللي يجرى لو رشناها كلها بالأكسين؟ لما رشها بالاكسين هيخلي الحشائش دي تنمو وتطول بسرعه قوي، بس ما تكونش عملت انسجه دعانيه بشكل كافي، وبالتالي تتقطع او تتقصف هذه الاجزاء الطويله، وبالتالي يبقى احنا كده استخدمنا الاكسين كمبيد. ممكن مره تانية استخدم الاكسين عشان ازود حجم اجزاء معينه من النبات زي الثمار، ممكن استخدم الاكسين علشان اخلي الزهور تبقى تتحول الى ثمار بدون بذور وهكذا. وبالتالي مهم قوي الاكسين لحياه النبات، لانه ضروري للانتحاء الارضي والانتحاء المائي والانتحاء الضوئي. وده كان اخر جزء معانا النهارده، شكرا لكم والى اللقاء.